عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومراجعتكم تمام. معكم منى ياسمين في درس جديد. ان شاء الله اليوم راح نشوفوا لاناتومي تاع لي زورتير. كور بزاف ساهل. بون لي رابور تاع واحد ما يكذبش سون ديفيسيل. علاش؟ باسكو ما راناش قاريين لاباري جينيتال، مي سوف نحاول نرجعوهم ساهلين. سي كوا لي زورتير ديجا؟ لي زورتير هما هاد الحاجه العجيبه الطويله اللي راهي هنايا، لي الفا اكسكريتي لي زورين دي ران فير لا فيسي. سي بون ابي بخي، عرفنا الكور تاعنا على واش راهو يهضر. دوكا نبدا بسم الله. اون فا كومونسي ديجا بلو بلان تاع لو كور، واش راح نقراو في هاد لو كور. اول حاجه اون انتروداكسيون، سي كوا لي زورتير. دوزيام حاجة لاناتومي ديسكريبتيف، هادو لي زورتير وين جايين، لوغ سيتواسيون، منين يبداو، وين يخلصو، تراجي تاعهم إلى آخره. وكم كامل لي زورغان لي قريناهم راح نشوفو لا كونفيغوراسيون إكسترن و لا كونفيغوراسيون إنترن. هادي سيغتو لي في لي زورغان كخو لي فيهم شغل الحفرة من الداخل. نشوفو لي غابوغ، هادي أهم حاجة في لا فيديو. إي بوي لا فاسكولاريزاسيون إنافاسيون إي بتيت كونكلوزيون. بسم الله. Introduction. Les urtères sont deux longs, déjà قالك طوال, conduits musculo-membraneux. Musculo, واش يقصدوا بها؟ باسكو imagine باش elle va musculaire باش elle va avoir un pouvoir contractile, propulsif. راح تهبط لي لي زورين من الفوق للتحت، وبالتالي سي بور سا الي مسكولير باش راح تحبطهم لي ب اون ان بوفوار كونتراكتيل. سو سون دي كوندوي اكسكريتور دي زورين دوبوي لي ران جوسكا لا فيسي. قلنا عندنا لورتير ايتوندو sur une longueur de 25 à 30 cm, c'est ma quand même طويل شويه. imagine 25 30 cm طي هذيك المسطره طويله 30 cm صافا طويل شويه. son diamètre est 3 à 5 mm ماشي حاجه شغل. سي بور سا لي تياز ماشي شرط يكونوا بزاف خشان باش يديروا لي مشاكل. سي كوا ياسمين لي تياز؟ سي لي كالكول. ايهو سي كوا لي كالكول؟ سي الحجر تاع الكليه. فوالا Voilà, depuis L2 jusqu'à la face postérieure de la vessie. Voilà L2, il y a l'hélice lombaire, la vertèbre lombaire 2, L2, jusqu'à la face postérieure de la vessie. C'est même ici que la vessie est le plus dame, ici que c'est l'or. C'est même L2 jusqu'à la face postérieure de la vessie au niveau du bas. Taha. La situation. Déjà, c'est un organe rétro-péritonéal. Hadi hardouha ki asmkom. Les urtères sont des organes rétro-péritonéal. Rétro-péritonéal. Je m'entends. Mahsoub, mor le péritoine. Sma ana ki jini le péritoine, rah jini hakda. Yghtiha li yghti les urtères kamel. Voilà. Occupe successivement deux régions. Lombo-iliaque et pelvienne. Haylik lombo-iliaque, hadi huma. و بلفيان هادوما صح. تتقسم نقسموها قسمناها الى اربعه لي ريجيون. فوالا هي صح دو ريجيون كبار، مداك قسمناها على اربعه صغار. اول حاجه لا ريجيون لومبير، سميناها لومبير نسبه الى لي فيرتيبر لومبير، باسكو هنا انا في لا بارتي لومبير. ها هم هي تبدا من L2 L3 L4 L5. Voilà. Ou on a une région iliaque, nisbatan ila l'os iliaque, غير هنا من الفوق هكذا. بون اخترت بان لي ماشي يبان مليح، لازم لنا كولور شويه فونسي. اون بعداك عندنا لو سيغمون بارييتو بلفيان. علاش؟ باسكو راح تلصق لي مع لا باغوا هكذا تاع الاوس. فوالا. ومن بعدك عندنا ان سيغمون فيسيرو بلفيان. واش معناتها فيسيرو بلفيان؟ راح يكون عنده علاقه بلي فيسير. لي فيسير سي كوا؟ زعما مثلا الريكتوم، لي زورغان جينيتو، لا فيسي مثلا الى اخره. صح فهمنا لي ريجيون. وذا كل ريجيون مما تتكون وكيفاش يجوز عليها، سي كوا لو تراجي تاع هاد لو تروك. في لا ريجيون لومبير قالك سيتوي دو شاك كوتي دو لا كولون فيرتيبر غال. فوالا يكون تما منا ومنا باينه عندنا زوج كليات تما دو زورتير. ماشي لوريتر، اون بارل دو لوريتر. فوالا لوريتر باسكو لوريتر هو اللي تيمر لافيسي هكذا. داكوغ تما يجيني دو شاك
كولون فيرتيبرال كونتر لي زابوفيز ترانزفيرس. اذا تشفاو واذا شفتوا لي فيديو تاعي تاع اناتومي راكم شفتوا باللي لي هادي الفيرتيبر لي زابوفيز ترانزفيرس هما هاد الحاجات اللي راهم خارجين. تسمى لا في سي كي تجيني تجيني كونتر هكا تجي فوقهم كونتر لي زابوفيز ترانزفيرس. تري بيان. اون بعدك عندنا دون لا ريجيون الياك سي بون هادي لا ريجيون لومبير دان لا ريجيون الياك. Il repose sur l'aileron du sacrum. C'est quoi l'aileron du sacrum? C'est la paroi latérale du sacrum. Il y a quoi le sacrum? Mais la paroi latérale terre ou hébia, il est plaqué contre elle, les yeux terre. Il y a l'aileron. Donc nous allons voir comment on arrive. Voilà. Haulik le sacrum, haulik latéral, haulik. هايليك هذا هو ليل دو ساكرام تسمى يجي كونتر باكي كونتر لي ديجا ميم هنا راهو يبان قال لك اي لي بلاكي كونتر ليل دو ساكرام لا باوا لاتيرال هايليك فوالا دون لا ريجيون دون لو سون سيغمون باريتو بلفيان اي لي بلاكي بار لو بيريتوان باريتال تسمى هنا يجي لي لو بيريتوان راح يلصقهو لي هذه واش معناتها اي لي بلاكي بار البيريتوان راح يلصقه لي في كونتر لا باوا لاتيرال. لا ننسى انه سي ان اورغان ريترو بيريتونيال تسمى بيريتوان يجي قبله تسمى لوجيكمون كي يجيني هنا البيريتوان راح يلصقه لي في لو تروك في لو تروك في لا باوا فوالا كونتر لا باوا لاتيرال دو بيلفيس تاعها سون سيغمون فيسيرو بلفيان شومين دون ليسباس بيلفي بيريتونيال. OK. Croise pardon latéralement le rectum. Ça fait هنايا رانا نهضروا على الفيسيرو بلفيان. تما كاين لي فيسير واش كاين؟ كاين لو ريكتوم، لي زاباري جينيتال، ومن بعدك في النهايه راح ينتهي في لا فيسي. ايزي بيزي. نعاودو هكا باختصار، قلنا بلي كاين لا ريجيون لومبير يكونوا كونتر لي زابوفيس ترانسفيرس، ومن بعدك لا ريجيون الياك كونتر ليل دو ليلون دو ساكروم، ومن بعدك عندنا هنايا لا باروا لاتيرال تاع البلفيس، ومن بعدك يتكروازا ولا يتشومين دون ليسباس بلفي بيريتونيال. هذا ليسباس بلفي بيريتونيال راح يكونوا فيه لي زورغان مثلا جينيتو مثلا لو ريكتوم وفي نهاية في الفيسي. ومن بعدك في النهاية عندنا لو سيغمون في فيسيرال. لو سيغمون فيسيرال باينة لو سيغمون فيسيرال اللي راهو هنايا مع الفيسي هذا معك. دوك اناتومي ديسكريبتيف اوريجين في سويت او باسيني هاوليك هذا هو لو باسيني ولا نسموه بيلون. بعدك عندنا اون جونكسيون بييلو اوريترال بمعنى بين لو باسيني وبين لوغتير تسمى هذه نسموها بييلو اوريترال هذه لا جونكسيون بييلو اوريترال. او نيفو تاع ال L2 قلناها ديجا 4 سنتيمتر دو لا ليني ميديان واش معناتها ميديان واش معناتها هاي لا ليني ميديان اللي تجي سوا سوا في الوسط هكذا تسمى 4 سنتيمتر من 4 سنتيمتر من هذه هي. Le trajet. Quand l'urtère décrit un trajet en J, haulik, il y a normalement hagda. Hada c'est un J. Bdlou la couleur. Hada c'est un J. Voilà. Comporte deux portions. Wahda verticale li hiya haulik, raye jaya qbala. Wahda archiforme. Archiforme on a hitmil haka, bach tadkhol li l'AVC. Chemine successivement dans la région lombaire. إلياك و بلفيان هضرنا عليها ديجا هايليك لومبير إلياك بلفيان. انا تي فوالا دوران لوغ تراجي لي زورتير سون ريتريسي ا 3 نيفو تسمى زعما يكون هكا كبير مثلا ومن بعد تجي لقطه من حاجه تعبصو يعاود يصغر شويه هذا هو واش معناتها ريتريسي فوالا. Le premier niveau, la jonction pielo-urétrale. C'est maintenant qu'il y a un petit rétrécissement. On va dire que deuxième niveau, on regarde du croisement entre les urtères et les vaisseaux iliaques communs. Ça, c'est l'aorte descendante.
ولا ابدومينال لاورت ابدومينال، ومن بعدك هنا الياك كوما. من بعدك في الكوما يخرج لي اكسترن و انترن. دوكا بيناتهم مع هذاك التفرع راح يكون عندي ان ريتريسيسمون. لو ترويزيام اندرو وين في لو كي تابيناتري لا باروا فيسيرال، تسمى هنايا هاي ليك لا باروا فيسيرال جوست بيناتريها كاين ان بتي ريتريسيسمون اللي راح يصرى لي. نعاودوهم، اول واحد في لاجونكسيون بيلو اوريترال، وثاني حاجه كي يجو لي زارتير ايلياك كومون فوالا في التفرع تاعها، والثالثه كي يدخل لي لا باروا فيسيرال. قالك سي زون سون دي بريديليكسيون سياج دو ليتياز اوريترال، واش معناتها؟ محسوب هاد لي ريتريسيسمون هما اكثر مناطق عرضة لليتياز. واش قلنا لليتياز؟ نعيطو لهم لليتياز ولا لي كو فوالا لي كالكول، ولا نقولو لهم بالعامية الحجرة. فوالا هما اكثر مناطق باينة باسكو نقص لي العرض تاعها، وبالتالي راح نزيد عرضة انه حجرة تجي تبوشيها. ترافيرس لا باروا de la vessie, il s'ouvre dans la vessie. Bon, la terminaison, hailik, jet, il traverse la paroi de la vessie, et puis, oup, il t'ouvre fيها. Il t'ouvre fيها هذيك الفتحة الصغيرة تاعو، واش نسموها l'ostéum de l'urètre, l'urètre pardon, ou la méa, voilà, la méa urétrale. Urétérale, voilà. باسكو دائما تتلف، ماشي اللي تلفنا مي نغلطو في النطق بين اورتير و لوغيتر. دوكا لا كونفيغوراسيون اكسترن، قالك لوغيتر ايت ان كوندوي بلانشاط، نوريهولكم في الحقيقة. احسن شيء انو نشوفو الحقيقة شتقول. هاولي سيت ان كوندوي بلانشاط، شوفو بيض، سيت ان كوندوي بلانشاط ممبرانو ممبرانو مسكولو قلناها من قبل. فيرم محسوب ماشي بزاف تمشي طري، فوالا ديجا باسكو فيه لي موسكل. بريزونت ان بيريستالتيزم، اذا تشوفو بيريستالتيزم لقيناه في ديليستيف، كنا نقولو بيريستالتيزم هو اللي يهبط لي الماكله. ها تما هنايا البيريستالتيزم هنا واش راح المهمه تاعو؟ يهبط لي لي زورين دو لي ران فير لا فيسي. اسوري هاد البيريستالتيزم الي اسوري بار دي موسكل ليس. هاد لي موسكل ليس علاش ليس ديجا؟ باسكو سي ماشي حنا نتحكمو فيهم، كي سو كونتراكت اي بروبولس لوري. واو هادي باينه وساهله. دوكا لا كونفيغوراسيون انترن، قلنا كاينين ديجا في كامل الاعضاء كاين 3 تونيك، لادفونتيس لا موسكولير اي لا موسكولوز. L'adventice, il y a head beta, c'est un tissu conjonctif, il est lâche, voilà. Badek anna le rouge hadia, c'est la musculaire qui est constituée de trois couches, externe, moyenne et interne. On va montrer là l'histo. On badek anna la muqueuse d'akhlania kamel, haïk had l'rose, il y a la muqueuse. C'est logique parce que, bich ma yitaffar li, je muscle le taille. دوكا راح نشوفو لي رابور. لي رابور لازم نركزو فيهم بيان. اذا في لي رابور باش نعرفو برك واش راح نقراو، اول حاجه راح نقراو بلي سيغمون. اول حاجه لو سيغمون لومبير، لو سيغمون ايلياك، لو سيغمون بيلفيان. كي نلحقو لو سيغمون بيلفيان راح تتبدل باسكو قلنا فيه لي زاباري جينيتو. تسمى الراجل نقراو على لوم ونقراو على لا فام في الوحده وحدها، ولا بلو ديفيسيل لا بارتي لا بلو ديفيسيل هي تاع البالجيا. سما دوكا صافا انا ساهل. في لومبير راح نقراو لا بارتي لي رابور بوستيريور، باسكو هاوليك لومبير راح نقراو لي يجي من اللور، لي يجي من القدام، لي يجي لاتيرال والميديا. فوالا بسم الله. لي رابور بوستيريور دو سيغمون لومبير، هاوليك لو سيغمون لومبير، موراه واش راح يجيني؟ لو موسكل بسواس، هذا اللي راهو مرسوم هنا لو موسكل بسواس. راح يجيني لو نير جينيتال اللي هو ها هو لو نير جينيتال، بلوس لي كات ابوفيز ترانسفيرس تاع من ال 2 حتى ال 5 نورمالمون. فوالا نعاودو من اللور، عندي لو موسكل بسواس، لو نير جينيتو في مورال، وعندنا لي زابوفيس ترانسفيرس بين ربعه من ال 2 حتى ال 5.
دوكا لي رابور ميديو، حنا رانا هنايا هاوليك لو تاع هاهم، راح نشوف في الميديال هنا واش كاين في الميديال. اول حاجه ادغوات، رانا ادغوات فوالا، هاي رانا ادغوات واش كاين قدامها؟ لا فين كاف انفيريور، هاي la veine cave inférieure et la chaîne sympathique lombaire droite. للاسف ما راهيش كاينه في هاد لا فوتو. تما هاي ليك ميديان، رانا ا دروات كاين لا فين كاف انفيريور بلس لينير. شكون لينير؟ لا شين سيمباتيك لومبير دروات، صح. دوك نروحو ا غوش، هاي ليك ا غوش واش كاين؟ ا ديستانس شويه بعيده بارابور هنايا كاين لاورت، لاورت ابدومينال، وعندنا بلس لا شين سيمباتيك. نعاودو، نروحو نعاودو نديرو البوستيريور. بوستيريور قلنا الاخر بسواس، لو موسكل بسواس، لو نير فيمورو جينيتو فيمورال بلس لي كارت ابوفيز. من غير دوكا ميديان، ميديان عندنا ا دروات لا فين كاف انفيريور، ا غوش لا اورت بلس لي شين سيمباتيك ا غوش و ا دروات. دوكا لاتيرو، لي رابور لاتيرو عندنا وراهم للاسف هنا ما مش راسمينو جو بونس هذا. المهم اول حاجه نعاودو نوريو التصويره اللي قبل هذه باش نعرف. احنا هضروا على لاتيرال، تما هنا راح نقراو هذه الجهه اللي من اول حاجه هاولي يخرج لي هنايا واش راح يقرا؟ لا بارتي سو ايلير ولا ايلير، ما نعرفش كيفاش يقراوها. لا سو ايلير فوالا دورا، وشنو هي لا سو ايلير دورا؟ على بالنا لو ايل دورا هما اللي يخرجوا منه لي فيسو الباسين الى اخره، وبالتالي لا سو ايلير اللي تحت لو ايل، تسمى غير هاد لا بارتي صغيره لا سو ايلير. تري بيان، هادي سي باسكو ما كاش في التصويره، ما كاش في التصويره اللي تحتها، سي بور سا درتها هنايا. دوكا لو بور فوالا، عندنا لو كولون اسوندون ا دروات هاوليك و لو كولون ديسوندون ا غوش. ياك لو كولون جاي تاعنا هكذا 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 هكذا، من داك سيغمويد هكذا، تسمى هذا الاسوندون ا دروات و ا غوش لو ديسوندون. فوالا دوك عرفنا بوستيريور ميديو، عرفنا لاتيرال، بقى لنا اونتيريور. اونتيريور واش راح يجي قدامهم؟ كوم قلنا سي دي زورغان ريترو بيريتونيال، وبالتالي اهم حاجه راح تكون لو بيريتوان، راح يكون يغطيهم لي كامل. عندنا لي فيسو غوناديك يعني تاع لي غوناد تاع الاخر الاعضاء التناسليه، وعندنا لو ديودينو بانكريا اي سون فاسيا دو تريت باينه. هاوليك ديودينو كونكريا هاي اللي كيغطي لي بلوس سون فاسيا دو تريتس اللي تتابع بين البيريتوان. خلاص هادو هما اهم الاشياء. نعاودو رانا نهضرو اونتيريور، شكون راح يغطيهو لي هكذا كامل؟ اول حاجه قلنا الي ريترو بيريتونيال، وبالتالي لو بيريتوان باريتال. ثاني حاجه لي فيسو غوناديك راح يجوني هكا قبلو يعني اونتيريور، و بلوس لو ديودينو بانكريا يعني لو بلوك ديودينو بانكرياتيك plus son fascia de traite. Donc à gauche ou à droite, ça dépend. Il y a à droite, on a le deuxième, la deuxième portion, voilà, la deuxième portion de duodénum. On va dire que le côlon ascendant, bon, on a mis le bzaf antérieur, mais bon, parce que on a déjà حطيناه في الميديا، حطيناه في اللاتيرال باردون. مي سون ميزو، سون ميزو بلوس ليزونس، ليزونس انتستينال اي اليال، انا هادو بزاف نشوفهم اونتيريور، راح يجو هكدا يغطوا لي كامل لي زور تاعك. تري بيان، و ا غوش باينه كاين العكس تاعو، لو كولون ديسوندون لو سيغمويد بلوس سون ميزو اي ليزونس انتستينال اي جوجينال. تسمى نعاودو خفيف ظريف، قلنا مع الاول ا دروات كوم كاين ديودينوم و البنكرياس، تسمى لو دوزيام لا دوزيام بورسيون دو ديودينوم، لو كولون اسوندون اي سون ميزو بلوس ليزونس انتستينال. العكس كاين غير لو سيغمون ديسوندون تاع ما باش علاش راني نبوغي بزاف، لو سيغمون، لو سيغمون ديسوندون تاع الكولون، فوالا اي لو سيغمون. بوغ لي رابور دو سيغمون الياك، عندنا بوستيريور، لاتيرال، والميديال، هنا ما كانش الانتيريور، صح. اون اريير، ا دروات، هنا، ا دروات.
عندنا il croise l'artère iliaque externe droite تسمى في الاكسترن il va croiser هاي ليك ومن بعدك à gauche il croise l'artère iliaque commun هنا تسمى à droite يكون سيبون قسم وكمل وراهو كروازه لي غير الاكسترن alors que هنا يكون مازال شويه ما انقسمش باسكو ماشي في لو ميم نيفو وبالتالي راح يكروازي لي غير الاليك كومون مازال ما انقسمش نعاود هذه الي تري 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 امبورطون سي اون نوسيون دو كو سي ام à droite il croise l'iliaque externe et à gauche il va quand il va croiser l'iliaque commun كيفاش تشوفوها لي جو سي با à gauche كاين القلب وبالتالي من جهة القلب il va pas croiser il va croiser voilà le coma voilà latéralement عندنا le psoas iliac هاولي le psoas iliac عندنا latéralement تاني جينيتو le nerf جينيتو فيمورال عندنا les vaisseaux gonadiques مقبل واش كانوا مقبل كانوا البسواس و لي نير جينيتو كانوا بوستيريور دوكا ولاو لاتيرال كانوا بوستيريور في لو سيغمون بلومبير في لو سيغمون الياك ولاو لاتيرال الوغ كو لي فيسو غوناديك كانوا لي في الانتيريور الوغ كو ولاو لي في لاتيرال حفظوها هكذا ميديالمون عندنا لو برومونتوار لو برومونتوار سي لو بتي باسان بون هنا ماشي يبان بيان كاين اون فوتو وين يبان هنايا راه يبان لي تري بيان لو برومونتوار سي لو بتي باسان هذا هذا هو اللي بروموتوار فوالا ميديالمون سي لو بروموتوار اي بوي سي تو لحقنا دوكا لي رابور تاع لي سيغمون ولا لورتير بالفيان هنا لازم نركزو مليح باسكو كاين حاجات مشتركه وكي نلحقو لي زاباراي جينيتو كاين شي لوم كل وحده وحدها وشي لا فام باسكو ماشي كيف كيف فوالا دوكا بالعقل دوكا لي رابور تاع لورتير بلفيان هما الاصعب لخاطر قلنا سوف ينقسم الى زوج تاع لوم و تاع لا فام وكل واحد ينقسم الى زوج باسكو علاش il est subdivisé en deux parties une partie descendante هايليك و une partie transversale باسكو هي هو il va décrire une courbe شوفو دار لي une courbe هاد لا courbe راح نقسموها en deux une courbe voilà une portion descendante une portion transversale ou la viscérale هذه نعيطولها باريفال وهذه نعيطولها نعيطولها الفيسيرال صح descendante قال لك elle est contre la paroi latérale du pelvis هاولي pelvis contre la paroi latérale تاعو سي جوست contre ou la portion transversale ou la viscérale contre les organes pelviens. هنا شويه صعيبة صح نبداو بشويه راح نشوفو chez l'homme. Chez l'homme اول حاجه راح نشوفوها la portion pariétale. La portion pariétale chez l'homme اول حاجه la bifurcation هاوليك شوفي هاوليك لورتير هذا اللي راهو شويه هنا يبان تحت هاد البيضه صح اول حاجه راح يقابل لي لا بيفوركاسيون دي فيسو الياك بريميتيف دونك il va descendre en avant de l'artère hypogastrique كي نقول لك l'artère hypogastrique on parle de l'iliaque interne c'est la même chose c'est des synonymes c'est exactement la même chose voilà donc il va descendre l'artère interne l'hypogastrique interne l'hypogastrique pardon on va dire donc نشوفو en dehors ou en dedans ما تنساوش رانا عند لام في la portion pariétale en dehors يعني منا و en dedans يعني منا صح en dehors واش راح نصيبو la paroi pelvienne c'est sûr parce que il est plaqué contre la paroi pelvienne ثاني حاجة les branches de l'artère iliaque interne soit à gauche soit à droite راح يتلاقى لي bon en fait la photo ماهوش كاينين مي راح يتلاقى لي ب لي برانش دو لارتير الياك انترن هنا انترن شفاو مليح باللي قلت انترن مقبل ادروات قلنا اكسترن بصح هنا كي ولينا في البالفيان رانا نهضروا على الانترن داكور وعندنا لو نور او لو نير اوبتوراتور سي بون اون دور فريناها اون دو دون كاين حاجه واحده اللي هو لو كول دو ساك باراريكتال هاوليك يعني هذايا من هكذا سي هذايا سي il va هاد لو كول دو ساك il va séparer l'urètre ou la pardon l'urètre de le rectum donc voilà la face latérale du rectum c'est bon فريناها مع la portion pariétale elle est facile دوكا هنا شويه صعيبه باسكو مازال ما قريناش الاندوكرينو مي اون فا اسي ما قريتوش ماشي ما قريتوش
فيسيرال، لا بورسيون فيسيرال. اول حاجه نقراو وما داك نسيو نحوسو عليها في التصويره. اون با لو ديافراغم بالفيان، لو ديافراغم اون بارل با دو ديافراغم لي لو موسكل تاع لانسبيراسيون، نو اون بارل دو ديافراغم لي جاي في في البيريني. فوالا بيريني سي تو ان كور لي راح تقراوه ان شاء الله في اندوكرين. تري بيان. اون نو لو بيريتوان باينه باسكو هكذا يجيني لو بيريتوان او لو كانال ديفيرون. ها بليك نورمالمون هذا هو هكذا لو كانال ديفيرون. En avant, en avant تاع لوغيتر عندنا لا باز دو لا فيسي باينه. هاوليك هادي كاع لا باز دو لا فيسي راح تجي اون افون دو لوغتر. دايما نقول فوالا لوغتر. اون اريير لي فيسيكول سيمينال سيمينال باردون اللي هما هادو. هاوليك لي فيسيكول سيمينال عندي اون فوتو وين يبانو خير. Voilà, c'est une photo très 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 belle. Aoul haja hamlik les urtères. On va dire qu'il y a un peu la vessie. Donc, en avant, c'est la base de la vessie. En haut, hamlik les canaux différents. Hamlik, en haut. En arrière, ou la file postérieure, on a les vésicules séminales. Voilà, hamlik. Had le gaz. Donc, c'est clair. Bad la photo, hafdouham très très facilement. Naoudou, en haut. Les canaux, le canal différent. En arrière, on a les vésicules séminales. En avant, la base de la vessie. Et en bas, c'est le truc de diaphragme du pelvien. Du pelvis, ça m'a dit vraiment. Mais bon. راح نشوفو تاني اون بورسيون باريتال و اون بورسيون فيسيرال. راح نبداو لا بورسيون باريتال كيما سي اكزاكتومون لا ميم شوز ما شي لو. قالك il chemine contre la paroi latérale du pelvis. وي en arrière du ligament large. سي كوا لو ligament large؟ سي لو ligament لي حاكم لي لوتيروس. دونك نوريه لكم. دونك هذا هو لو ليغامون لارج بلوك. هذا اللي راهو مرسوم بالغوز كامل سي لو ليغامون لارج. يجيني اون اريير فوالا تاع لورتير. تري بيان فوالا اون اريير دو ليغامون لارج باردون لورتير اللي يجيني اون اريير دو ليغامون سي با الكونترير. ابليكي كونتر لا بيفوركاسيون تاع البيليكول الياك. هاوليك هاوليك لا بيفوركاسيون دونك الي كونتر ال فوالا exactement كيما شي لوم. اون دوتون عندنا بون هادي سي اون تصويره لاتيرال دونك هادي اون دور وهادي اون دوتون. اون دور فوالا هضرناها. اون دوتون عندنا لو بيريتوان باريتال هذا البلو كامل وعندنا لو كول دو ساك باريتال كيما شي لوم. الاختلاف وين؟ الاختلاف في لا بورسيون فيسيرال. قالك لورتير سو ديريف اوبليكمون اون با. هاوليك راهو هابط اون با en avant et en dedans baina يدخل لي للداخل. il est en rapport avec l'artère utérine. il اسف ما مشي بانو هنا بيان l'artère. المهم زعما هاوليك هذا لورتير وهذه منا هذه avant وهذه arrière. en avant de lui واش كاين؟ كاين en avant de lui كاين l'artère utérine اللي حنديرو بالاحمر و en arrière de lui كاين l'artère vaginale اللي راح نديرو بالكحل. voilà donc l'urètre في الوسط. en avant عندنا l'artère utérine en arrière عندنا l'artère vaginale. très bien donc قالك il peut être l'urètre pelvien il peut être lésé lors d'une hystérectomie. hystérectomie c'est une ablation de l'utérus. très bien. Donc après le tout dernier segment c'est le segment viscéral. يشترك عند المرأة وعند الرجل c'est la même chose. قالك chaque urtère traverse la paroi viscérale obliquement à 1 cm et se termine par un méa. مع الاخر كي يجي حيخرج لي يخرج لي في لا فيسي il se termine par un méa. هاد الميا سي لوريفيس اوريترال فوالا ولا لوستيوم ولا سي لا ميم شوز. قالك لي دو ميا ها
هاي ليك هاوليك 101 اللي نرسم فيها بالكحل و 102 صافي عندنا 200 باسكو لوجيكمون عندنا 2 زوغ زوغ تاغ باردون Voilà, il délimite avec l'ostéum interne de l'urètre, l'urètre haulique. Bon, je pense. Voilà. L'urètre, c'est le lichai harbatli maintenant. Donc, il va rachichikkelim à l'ostéum tau, le trigone viscéral. Haulik moussallaf, naitolou le trigone viscéral. نعاود بين لو دو ميان اوريتيرو و لوستيوم انترن دو لوريتر راح يشكل لي لو تريغون في سي غال و هادي جو بونس سي اون كيسيون دو سي ام دوكا لي زارتير تاع لوريتر شكون يل فا ايريغي سات اورتير باسكو لوجيكمون يسحقوا لي الدم مجميع عضو في الجسم يحتاج دم شكون يل فا ايريغي هاد لي زورتير اول حاجه راح نقسموا لوغتير تاعنا الى 3 بارتي واحد زوج ثلاثه بارتي سوبيريور بارتي موين بارتي انفيريور داكور لا بارتي سوبيريور شكون فيها لو باسيني اي لا بارتي اوت دو لوغتير داكور Il reçoit, شكون il va irriguer, c'est les artères rénales. Voilà, les artères rénales, هما اللي ils vont irriguer هاد les portions supérieures. اللي فيهم نعاود les bassinets et les parties hautes des urtères. شكون راح يريغيهم لي؟ Les artères rénales. D'accord. La partie moyenne, شكون راح يريغيها لي؟ C'est les artères gonadiques. اللي مع الاول قلنا زعما في الإليا كيكونوا لي أنتيريور. دونك راح يكون عندهم علاقة بالتالي ils vont irriguer la portion moyenne. On va dire une portion inférieure qui va être irriguée par l'artère iliaque interne ou primitive déjà. On va dire interne ou hypogastrique ou plus viscéral. La partie supérieure qui est le bassinet ou la partie haute de l'urtère. Je connais l'irriguée le rénal. On va dire le moyen irriguée le gonadique. L'inférieur est soit primitive, l'hypogastrique et viscéral. Voilà. Easy. دوكا لي فين شكون منين يخرج فوالا يعاودو يردو لي الدم لي فين قالك لي فين سون كلاكي سور لي زارتير اي فورم لو بليكسوس فينو تما فيهم الشقوه كبيره يعاود منين جاني يعاود يولي فوالا لي لامفاتيك سي تري فاسيل سي لي لامفاتيك لي بلو فاسيل لي قريتهم في اناتومي كامل سي لا ميم شوز راح نقسمهم partie supérieure, partie moyenne et partie inférieure. Le supérieur, c'est les lymphatiques lombaires parce que les ganglions, voilà, on a la partie lombaire, donc supérieur, les ganglions lymphatiques lombaires. Moyenne, c'est les ganglions lymphatiques iliaques primitifs et hypogastriques. C'est mal iliaque primitif plus l'interne ou l'inférieur, on a les ganglions lymphatiques viscéraux, vésicaux, pardon, à la vessie et hypogastrique la même chose. C'est mal hypogastrique, راح يتعاود لي في الموين ou في الانفيريور. سهلة مهلة. Innervation. Donc, avec l'urtère a une innervation neurovégétative. C'est sûr, parce que quand les muscles, il a arrêté. Les filets nerveux accompagnent les artères et viennent des plexus rénal, gonadique et hypogastrique. C'est la même chose, mais les artères, mais voilà. Conclusion, les urtères constituent un segment d'excrétion des urines, relant, rachidibhom les mêlerins, vers la vessie. Voilà. عنده une longueur 25 à 30 cm présente 3 zones de rétrécissement هنا راهم فري ملخصين لي كامل لو كور il occupe des deux régions lombo iliaque et pelvienne lombo iliaque قسمناها لجوج pelvienne الى اخره comportant 4 segments il entretient des rapports qui diffèrent pour chaque segment les rapports au niveau pelvien diffèrent entre l'homme et la femme c'est sûr قلنا بلي عند لا فام ماشي كيما عند l'homme c'est sûr parce que كاين l'appareil génital qui est très différente. Le croisement avec l'artère utérine est un rapport important. هذه حطوا عليها خط أحمر ماني كحل. مي بون باسكو قلنا في لابلاسيون تاع لوتيروس راح يتضرر لا بورسيون بلفيان فوالا. وبهذا انتهينا من الكور نختم سبحانك اللهم وبحمدك
نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.